صباح الخير يا نهوان، صباح الخير يا كريم، ونأسف للعطل الفني. احنا هنا من مقر جريدة الشروق زي ما عودناكم، هنطلعكم على أبرز الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم، ولكن خلينا نقول ونفكر مشاهدينا بمباريات دور الجولة 27 من بطولة الدوري النهاردة. وطبعا النهاردة النادي الأهلي هيواجه الاتحاد السكندري الساعة 8:30 على استاد برج العرب، وحرس الحدود هيواجه المصري على نفس الملعب ولكن الساعة 3:30، وأسوان هيواجه طنطا الساعة 6 على استاد كلية الشرطة. ومن موقع الشروق، الأهلي يسعى للاحتفال بالدوري أمام الاتحاد السكندري. ذكرت جريدة الشروق النهاردة في تقرير صباحي ليها قبل مباريات الأهلي والاتحاد السكندري أنه النادي الأهلي هيواجه الاتحاد السكندري تحت شعار الفوز وحسم لقب الدوري. كمان جريدة الشروق سلطت الضوء على تصدر النادي الأهلي جدول المسابقة برصيد 71 نقطة واقترابه من تحقيق اللقب، ويتبقى له 8 مباريات. وفي تاريخ مواجهات الفريقين النهاردة، ذكرت صحيفة الشروق أنها المواجهة تحمل رقم 118 في تاريخ مواجهات الفريقين. فاز النادي الأهلي في 77 مواجهة، بينما فاز الاتحاد في 16 مواجهة وحسم التعادل 24 مباراة. ومن جريدة اليوم السابع، اتحاد الكرة يطالب فيفا بإرسال لائحة النظام الأساسي الجديدة. ذكرت جريدة اليوم السابع أن اللجنة الخماسية برئاسة السيد عمرو الجنايني أرسلت خطاب رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، بتستعجل الاتحاد الدولي فيفا بإرسال لائحة النظام الأساسي لعرضها على الأندية قبل 30 نوفمبر لإقامة طبعا الانتخابات بشكل وصيغة قانونية. ومن موقع سوبر كورة، المقاولون العرب النحاس لن يرحل إلا لهذا النادي. كشف محمد عادل المشرف على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب أن عماد النحاس المدير الفني للفريق تلقى العديد من العروض المادية الضخمة جدا للرحيل عن المقاولون العرب في الفترة الأخيرة، إلا أن عماد النحاس رفض كل العروض المادية المقدمة له إلا فقط لو كان العرض مقدم من قبل النادي الأهلي، وده اللي أكد عليه المشرف العام على قطاع الكرة في نادي المقاولين كابتن محمد عادل. ونروح بقى لأخبارنا العالمية من جريدة سان البريطانية، قلق داخل جدران ليفربول. نقلت صحيفة سان البريطانية تصريحات اللاعب ونجم منتخب إنجلترا السابق إيان رايت فيليبس أنه على الوجه فيها نصيحة ليورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أنه عليه القلق من الأداء الدفاعي للفريق واللي ظهر في مباراة ليدز الأخيرة. وسلط فيليبس الضوء على الأداء الدفاعي الغير منضبط على حد قوله للاعب روبرتسون، وابتعاد أرنولد لاعب خط الوسط من الأداء الدفاعي للمفروض المنوط به. ومن موقع يلا كورة، مانشستر يونايتد يراقب 3 لاعبين. ذكر موقع يلا كورة في تقرير صادر صباح اليوم النهاردة أيضا عن رغبة إدارة فريق مانشستر يونايتد في التعاقد مع 3 لاعبين في الفترة القادمة، على رأسهم جارس بيل جناح فريق ريال مدريد. طبعا زي ما احنا عارفين جارس بيل بيمر بأزمة كبيرة جدا داخل ريال مدريد، وبعد خروجه من حسابات المدير الفني زين الدين زيدان في الفترة الأخيرة. كمان على رادار إدارة مانشستر يونايتد اللاعب دوغلاس كوستا نجم فريق يوفنتوس، بالإضافة إلى اللاعب إيفان بريسيتش العائد من الإعارة لنادي بايرن ميونخ الألماني، وعاد إلى صفوف طبعا إنتر ميلان مرة أخرى. ومن ميرور الإنجليزية، غضب مورينيو. نقلت صحيفة ميرور الإنجليزية غضب المدير الفني جوزي مورينيو مدير الفني لفريق توتنهام بعد الخسارة اللي تلقاها فريقه امبارح أمام إيفرتون بهدف دون رد. وكانت ميرور الإنجليزية نقلت عن المدير الفني أنه وصف الأداء بأداء فريقه امبارح بالأداء الكسول في الضغط على دفاعات إيفرتون، وده اللي أدى لخسارة الفريق بالأمس. ومعانا بقى خبر عربي أخير من جريدة عكاظ السعودية، هو يعني خبر طريف شوية، ترشح أول سيدة سعودية لرئاسة نادي في السعودية.
يعني في سابقة هي الأولى من نوعها. السيدة عواطف السهو تقدمت بأوراق ترشحها لرئاسة نادي القلعة في منطقة الجوف، والمفارقة أنه رئيس النادي الحالي هو زوجها. ونقلت جريدة عكاظ السعودية تصريحات السيدة عواطف السهو لها بعد تقدمها في الترشح، كونها طبعا أول سيدة سعودية تقدم على هذه الخطوة. قالت عواطف السهو في تصريحات صحفية لها أنه المرأة السعودية قادرة على التحدي ومواجهة الصعوبات في الفترة الأخيرة، خاصة بعد اهتمام المملكة بدور المرأة في الفترة الأخيرة. كمان قالت أنها قادرة على الصعود بفريق القلعة للدوري الأول السعودي. دي كانت أخبارنا هنا من مقر جريدة الشروق. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. أنا بشكرك يا نورهان، وبس عايز أسألك يعني النظارة برضو، لأن مينا برضو كان لبس نظارة لما اشتغل معانا، أنا عايز أعرف النظارة سببها إيه؟ لا لا انا بلبس نظاره من الاول، بس انا قلت يعني قلت لا، بس النهارده بقى قررت ان انا البسها تاني. لا هي حلوه عليكي، ونشكرك جدا زميلتنا العزيزه نورهان بعد ما اكد طبعا المصور عمر اكد ان شكلها كويس. اه والله حلو، حلوه جدا، جميله عليكي فعلا.